بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث السادس في أدوات التشبيه. شتيك بلين تشبيه بمعنى أويك شتيك أشبهيني بشتيك كرو بلان تشابه أويك دو شيء بيك وبشبهين ويغير تشبيه مفيد تفاوتا. مثلا وقتك تولي أعم وقعو وعيا يعني او برج لو وصفيك توتيايا اشبهيني او برج لم ياتريها يعني وهو يقني وليك وثمان تشابه هذا الشيء هذا الشيء مثلا يعني وهو يبوه يعني مفيد تفاوين ويرى التشبيه يفيد تفاوته واما التشابه فيفيد التساوية جابي لفظي تشابه وتماثله وتشاكله تساواو وتلارعو يعني تلارعو يعني تلارعو تلارع خرب ما زيد يقرر تماثل تشاكل تساوى تلارع وكذا بقول كلاهما سواء لا بما كان له فاعل مفعول به مثل مثلا شابه أقول ما شابه هذا ذاك حتى فوت بين وقت ولي أقرب لي مثلا تشابه الشيئان تشابه الشيئان أو ذو شيء أبا يكوع شبهين أو تساوي بين حالبي يا ساوى فإن في هذا إلحاق ناقص بالزاهدين حاضر أمامه جاء مجالا أدوات تشبيه هي ألفاظ تدل على المماثلة كومر اللفظ يكن كدلالة لسان هاو مثليها كالكافي وكأن ومثلين وشبه وغيرها غيرها مما يؤدي معنى التشبيه لا موانك هرشك أدا كنندي يعني أدا كان معنى التشبيه وهو يحكي يلاهي يضارع يماثل يساوي ويشابه وكذا أسماء فاعلها مثلا حاكي ملاهي مضارع مماثل مساوي مشابه أمان فأدوات تشبيه بعضها اسم وبعضها فعل وبعضها حرف معلومة بعضك حرفه كاف كأن بعضك اسمه مثل شبه أمان بعضك فعله يحكي يضارع أمان وهي إما ملفوظة ملحوظة وأداة إشياء ملفوظة تلفظ تكراوة وملاحظة كراوة هنراوة آراوة وكو جمال كالبدر يا جماله كالبدر وإما ملفوزة وإما ملحوزة يعني برج ملفوز برج ملحوزة مقدرة مقدرة أما هكي يعني أنه فيها ملفوزة ملحوزة إما ملفوزة وإما ملحوزة نذوعه وأخلاقه في الرقة النسيم حالي وعدا ابن هنراوة وابو ملحوزة كيه يا اندفع الجيش اندفاع يعني كاندفاع السيد ألس في الكافي ومثل وشبه من الأسماء المضافة لو اسم تشبيهياني يعني لو أدوات اسميانيك إذا فأكلين حامل لي ما بعد ما ذكران أفضل واي يليها شأنك لسر واي أن يليها المشبه به يعني مثلا والله زيد كالأسد مشبه به غير لا كافك واي أفضل واي مشبه به لبدو حياة كيف وصل به جاي سيال لفزن في وصل به يا تقديرا ويدر الله وقد يليها غير المشبه به درس عفوا يا مشبه به دي بدوايا اما جار بجارج غير المشبه به دي بدوايا بلا نك هميشه بلكو اذا كان التشبيه مركبا تشبيه مركب يعني شيء اي هيئه منتزعه من متعدد يعني هيئتك منتزعه متنوعه شبكه وهذه وذكر بعد الكافي بعض ما تنتزع منه تلك الهيئة أو أختر ذكر كريه لدواي كافك وبعدك لو اشتانيك أو هيئتي لانتزاع كريارة حالبي لكل هيئتك مثلا هيئتي أم مشبه مشبه به خوي مركبة يعني هيئتك لمتعددة كاتوة يتو هيئة متعددة خوي بشير لدواي كافك وخلالنا بلي بره خلالنا بلي وكوشي واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح إذا تقول ما قالت ما نتشبه لها فإن المراد تشبيه حال الدنيا ما شاء في حسن نظارتها وبهجة روائها حالبي في المبدأ لما ابدع ويهيا وذهاب حسنها يعني في ذهاب حسنها وتلاشي رونقها
شيئا فشيئا في الغاية إلى آخره. ليش وين بشي؟ بحال النبات الذي بحال أو نباتك يحسن من الماء لآو حسن فياعك داي بيخوان روا فتزهو نا فتزهو خضرته سوزيكي أروات السنة ويا مثلا سوزيكي قرع سنة ثم يبوس تاشان وشكبه شيئا فشيئا ثم يتحطم وشي يبوسو يبوسو بيهوه ثم يبوسو شيئا يبوسو شيئا فشيئا ثم يتحطم أمجع الورد خاجبه فتطيره الرياح وباكان لقمه إبن فيصير كأن لم يكن شيئا مذكورا. باش أما شوش والله بجامع الهيئة الحاصلة في كل من حسن وإعجاب ومنفعة يعقبها التلف والعدم. منفعتك لهذه كان أوايا لهذه لدنيا كش ولا إيه يا كش ماشى منفعة عدم ذي بدوايا تلف وعدم ماشى شيء نافع ماشى تلف وعدم بدوايا ذي لا كان أوايا كذالا هو باعثي حسن إعجابه مثلا يعني لا ما لوا في كل من حسن وإعجاب يعني بشاكي في أجين تعجبي لي أكين لهرد كان ولا عين حالشة نا هر حسن إعجاب منفعة قشتي هر تجيبين هم حسني هم إعجابي هم منفعتي هي ولا بداخة ويعقبها التلف والعدم تلف وعدم دي بدمائي حاربي ليس كان مثلا أو هيئتي كمشبه به كي ليبخياب و مثلا مشبه به دروز ولي مثلا بعت وما أو دي أمجارة إخضرار أو شزان يبسو وشقبون أو هم أحوانيه دي إتأو كافاة تفخشو سلماكا حامدين وشدي كان كمائيني وتوانيا أولد يعني فقط هكذا سب جزء إلى مشبه وشبه به جزء إلى مشبه به نقول لك كافاة ناشا سلمشتي ولا تفعل لي وهي مو بدأ شيء ما بيع جسر هم وبيع جسر جزئك والأصل في كأن وشعبها وما فلا وما يرادف وغيك مرادف أمانان أن يليها المشبه لما فيقول كأن زيدا الأسد فقلت كأن قلت المشبه كأن زيدا كأوايا وقل كأن الثريا راحة تشبر الدجا وتشبروا بيشبر الثلاثي مجرد كيف دي لا لتنظر دي طال الليل أم قد تعرض يعني وقتك سرنجي سوريا دي شاكا وقبل راحية قدين وقو بستي قوايا وقو لفدستي قوايا تاريخي شوء فيه تاريخي شوء فيه بو أي فيه تابو المعلوم بي آية شو دريجة يعني زوري معوا أم قد تعرض يا شوف عسيد بو برو توابونك يعني سرياه وكفي جديد سوايا أي كثير تاريخك الشبر بشبر أكيوي بوشي بوي معلوم ببي أكيوي لا كشو يان دوايدي تعرض إلى من فاسد بونو دواي هاتنا تعرضك ما نخوين لو سبعين معلقات ومعنى هيبو حالي بتاكا يسوى لسه المشبهة وكأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا كأن مفيد تشبيه زمان خبر بيت جامد ذوق لرى الراحة جامدة كأن فرى راحة وكأن البحر من رآة صافية درياء ويأذنيكي فاكا وقد تفيد الشك إذا كان خبرها مشتقا كأنك فاهم وأفزعلم توتي قيبي حالبين يا ومثل قولي كأنك من كل النفوس مركب فأنت إلى كل النفوس حبيب على وابد أن تو لهرشي نفسا مركبوي سيقام في تشبيني يعني واتي أقام كتو يعني وقتك حبيني توشي براوي لهمو نفسكان لحبيني همو نفسكان تيجراوي بوية كأنه وانا دائم في تشبيه تاني ولقى بزماني خبرك جامد بينا خبرك مشتغل وفيدي ظنه علي تو فأنت حبيب كانت حبيب وخور محبوب إليها مو نفوس شون كتو هر نفس يبي جزء كي لو نفس اسمها من لك اشتيهم بوي كانت لها مفيد ظن
أمجار وقد يغني عن أداة التشبيه فعل يدل على حال التشبيه ولا يعتبر أداة أمجار وهي لأداة التشبيه بنياز ما نكا فعلك كفعلك إذا لست حال التشبيه كأكا رمب أداة جناش مردلي اعتبار ناكلي فإن كان الفعل اليقيني جاء أقر فعلك يبو يقين بو أو أفاد قرب المشابهة مفيد وياك مشابهة نزيكا وتشعر شبه بيق لما في فعل اليقين من الدلالة على تيقن الاتحاد وتحققه لبرويك الفعل يقين لا هي لا ويك فعل يقين دلالته هي لتيقن الاتحاد وتحقق الاتحاد بين المشتكى وهذا يفيد التشبيه مبالغة وأم فعل يقينية وتشبيه كمبالغة زيادة أبو مثلا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا وتلك بيني أو لك بيني أولاً بيني بعارزيت يعني عذابك هو بعذاب شد خواص زي لقالبي هورا منازم كبينيان بعنوك عارزات برشاليان مستقبل أوديتهم روي كرده حال يعني بوك عارزيك كروبروي مزرعة كان يعني دروا شي وكان يعني بيه قالوا يعني هذا هو خوشي يقول هو عارض هو هوريتك هورك ممكرنا بلان أبو أبارنان زاني عذاب بابي تعارضك يعني هيك كعذابك يا شبهان جي أنا بعارضك يا رأيت الدنيا سرابا غرارا دنيا بسرابك فريبا ندي تبدي بشاو مثلا فعلك كان رأيت أبو يقينا أقلك تشبيهك بقوته وإن كان فعل الشك أفاد بعد بعدها ولي أقل فعلك أبو الشك به مفيدي بعدي أويا بعدي مشابهة يعني بعدي تشبيه لما في فعل الرجحاني من الإشعار بعدم التحقق شن بقى فعلك فعل الرجحاني جبه إشعاري كاير وكما التحققيني حالبي وهذا يفيد التشبيه ضعفا أما الزعف هو تشبيه كبار يلي وكو إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وقتي كديان ديني بمرواري مرواريه كلا ملوين في شرادي تو عالية تبر نظرت متواجبين وقتي تو عيان ديني عالية وازاني مرواري فرجو بلاون يعني وازاني ملوان كي شراون مدوان كي مرواري خوي جوانا ولي أقل بشرته دنك كاني هرجت أميانا جواني إيجادة كان آني زينه غيل معنا ما بين خلقا هاتو شو كانوا تقريبا بزيراي لخلقا كان يبهشتن حالبي إنسانة تماشا كدينا تير نعبي كقرآن بوين أسبيري بوين يحسبتهم لؤلؤا منثورا يعني تقريبا ترجيحي أوادي كأمل لؤي منفور من تاعي إنسان مثلا يا تفريشت أو نفضي ويقنع يعني يا قوم إذا لبسوا الدروع حسبتها سحبا مزردة على أقماري يعني هم قوم يعني وأنا قوم يكن وقت يعني الدرع كان كنبر ينزلي كان يعني حسبتها تؤزري يعني بس يذب سحبا صحب جمعي جاوى الصحبة لا فأنا بروني شعرك أو الله ما يكمل كذته بس صحبي صحب جمعي صحابة بحاول قلت يعني كداد الوابل بسر معنى آخرني يعني خوان كزريا كان لبداية خوان معنى زريا كان شهورة بسر يعني أو مزارة ثانية يعني داد الوابل حالبي خوب سكان اللي واحد سيبتا فعلك فعل يقيني نيوت رأيتها يا مثلا ونحو قولي تعالى حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون باشا نحو عين يعني في بياسي شاو قوي قوي وقويني مرواري شارا ووعي باشا فما يجب أداتي تشبيه بكافة ما هي نية لفعل تشبيه شو دلو وقبلي أمي سالة داني أقول لك أبي هنا يتوى أقول لبعث الكافة أبي هنا يتوى كويتي الأسو في الكافي ومثل وشل من الأسماء المضافة لما بعدها أن يلي ألب شبه بيب وآل وبوائه تواجبين يا وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام هذا كافة قاعدة تشبيه إيش كانوا
مثال فعل ناخذ شنو فعل ماني ملواناني ونيا قول شعر والوجه مثل الصبح مبيض والقرع مثل الليل مسود والداني لما استجمعا حسنا يا حسمان حسنا لما استجمعا حسنا لي وضد يظهر حسنه الضد على وجه وقت الصبح وايه وقت أم بيالله داي أما والقرع هو في الصرع دي نقرع صرع يا دي من عمل فرياني موكي سري وكو شواي ورش وين وكو شو رش يقو أم صبح شراء شواء دوز الدن ماشا أم دوز الدن لما استجمعا حسونا وقتك كو بونوا حسن يعني والله دو يظهر حسنه والله دو أي ذكي ألا برأ واشا شنك ضد حسنك يبا ضدك يعني ضدك يكا حسني وضدك يخوي درخ أو لك نار أوايا أو لك نار أوايا أو درخ متواجبين بس ما نكتاك